يعني مش عايز اقول من احسن لعيب جه الاهلي، بس عمل المجد والتاريخ والارضيه دي في سنين قليله. ده ايه سببها؟ من كنت انت اقرب المقربين لابو تريكه. المواقف يا احمد، المواقف اللي والله العظيم الناس ما بتدورش على اللاعب الموهوب اكتر كده. خالص ممكن تنسى لعيب موهوب، لكن كتير جدا 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 في ياما لعيبه. انا في لعيبه والله احنا كنت وهي بتعتزل او بتنهي مشوارها في النادي كنت متوقع ان الناس هتموت مثلا لو اعتزل، لكن لما ليه ما اعتزلوا واختفوا كده؟ وفي ناس كتير جدا كتير جدا ولسه لسه موجوده منهم، وناس لعبت اهلي وجابوا بطولات وبتاع، لكن خلاص يعني خلاص. ابو تريكه بعد 15 20 سنه ممكن يبقى رئيس النادي الاهلي؟ طبعا ممكن. طبعا جدا 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 جدا. وهو مؤهل، عنده المؤهلات من رئيس النادي الاهلي. هو بس يمكن من الحاجات الايجابيه اللي عملها بعد الاعتزال هي نقطه التحليل، لان ابو تريكه كان من الناس اللي بتخاف قوي قوي قوي. وزاد على فكره برضه بيعلي قوي، بس هو كان زاد يعني كان فرق كان في فرق كان في فرق بينه وبين الباقي، لكن دلوقتي ما شاء الله. هي اي حاجه بتيجي طبعا بالتعود والتدريج وبتاع وكده. هو كان عنده خجل ان هو يواجه، فالكاميرا خلته شويه يكون له موقف ويعلي موقفه اكتر من مره وبتاع. حتى دلوقتي تلاقي مواقفه حتى وكتاباته حتى تغريداته بقت مختلفه شويه عن الاول. لا هو بيندب بشكل كبير جدا. هو هناك حتى ابتدى مش زي ما الناس فاكره ان هو عامل حصار على نفسه، لا هو بينزل يمكن حتى بيلعب كوره مع زمايله كلهم طبعا، وبيلعب دعواته وبيتواجد في اي مكان كله يعني، فبيتواجد مع الناس وبيلعب اي دعوات. ومعاه طبعا كابتن وائل جمعه هناك موجود، وانا حزين جدا جدا. انا لسه برضه جاي لوائل جمعه. انا عارف ان انت برضه علاقتك كويس قوي جدا جدا، الناس كويسه لوائل جمعه يعني. انا برضه هل انت لو مكان وائل جمعه، هل انا مطلوب مني؟ انا ما بقولش للدرب زي دلوقتي منع الاحراج صح او غلط او الكلام ده. انا دلوقتي في سجن تحليل يا جماعه، وشايف انا شايف ان ده مش ضرب جزاء، وانا منع الاحراج انا ما بتكلمش بالظبط بالظبط. انت والاهلي استفاد كتير، والاهلي برضه اتظلم، والزمالك اتظلم كتير واستفاد كتير. انا بتكلم على موقف. انت وائل الجمعه دلوقتي واقف قاعد وما اتكلمتش. انت ليه تطلع كقناه قالت هجمه؟ بالظبط يعني. انا اولا حزنت جدا من هذا الموقف، لان وائل يعني المفروض اللي بيهاجموه عارفين شخصيه وائل جمعه، عارفين وائل جمعه. شفت بطولات حاجه مرعبه؟ لا حاجه مرعبه كمان احمد. يمكن على المستوى الشخصي وائل مؤدب جدا. وائل اقسم بالله العظيم وشه بيحمر لو حد قال له كلمه، يعني كلمه اشاده بيه او بتاع. هو خجول جدا. بعد كده هو الاسلوب التحليلي هناك في بين سبورت غير الاستوديوهات هنا، غير المكلمه اللي بتحصل هنا هناك. كل حاجه بسواله، كل حاجه بمحدده، ومش هيبقى وحرام. رفع الحركه، رفع الحركه على نفسه، قال لك انا خلاص رفع الحركه على نفسه. قال انا لا يفتى ومالك في المدينه، واقصد الكابتن جمال الشريف. لكن ده ذكاء منه، ده ذكاء طبعا. ذكاء واحد يقول لك لا، ده الكابتن شريف عمال بيقول له يا اخي حتى لو شايفها كده لا ما ينفعش طبعا. طبعا لكن الموقف يبقى الموقف يعني المذيع بتاع الجزيره او المواقف المذيعين في الجزيره، هي دي النقطه اللي هو قدامها. يعني قبل كده كان في موقف نفس الموقف، وكان في ضربه جزاء مشكوك فيها، وائل جمعه قال رايه بصراحه. هو كان قال من ما كملش عشان في هشام خلصي بالظبط. كان هشام خلصي قال لا، بالنسبه لهشام خلصي زميلنا هنا هتحط ما شاء الله يعني كل التحيه اللي هنا هتحطه احمد جاي بصراحه عاملين حفله تاريخيا بصراحه. خليه تراجع واعتذر واعتذر. هو ده انا بقول الاعلام بالظبط ده انت ده. لكن انا بكلمك على موقف وائل، لان وائل قبل كده تعرض لنفس الموقف ودافع عن النادي الاهلي هو، لكن شد المذيع دخل قال له لا، ده مش من حقك انك تتكلم، انك انت مش متخصص في التحليل، التحكيم معانا خبير التحكيم يتكلم. فده التناقض اللي حصل. لكن وائل جمعه لا، وائل جمعه اكبر بكتير ان احنا ندافع عنه باسمه وتاريخه. وبعد كده وائل جمعه معروف انتمائه وحبه للنادي الاهلي، ولما الراجل بيطلع ينتقد النادي الاهلي بينتقد عن حب، ولما بيهاجمه بيهاجمه عن حب، ولما بيطلع دافع عنه بيدافع عن حب. فلا، وائل جمعه بتاريخه اكبر بكتير جدا انه تعرض للهجوم ده. انا معاك برضه. انا معايا يا جماعه عزت، وانا عارف أنا